مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا على تتبع ملف إيمان لعدد كبير من المغاربة يتبعوا القصة ديالها. إيمان اللي تنوي الرأي العام أكثر في الموضوع، 26 سنة كتعيش حياة سعيدة شأنها شأن أي مغربي أو مغربية، إلا أن القضاء القدر له رأي آخر. إيمان عندها أب وأم، الأب توفى 2019 والأم توفت مؤخرا. قبل ما توفى الأم ديالها بثلاث أيام غيرت لي الدنيا لما هو أصعب، قلت لها أنا ماشي أمك وهذاك ماشي باك. إيمان لقات راسها في متاهة ديال الدنيا، أسباب ومسببات الواقعة تناولناها في الجزء الأول، والجزء الثاني تفاعل المغاربة مشكورين في الموضوع، وكذلك البعض ما له صلة بالسر اللي عند إيمان اللي خلت لها الأم قبل ما توفى، اللي هي جوج الأسماء، حافظة أعتقد وحجيبة. مشاهدينا الكرام، لازلنا ننتظر الشق الاجتماعي والإنساني والرأفة بهذا الشاب اللي 26 سنة. الكل يتخيل الوضع ديال إيمان كيفاش غادي يكون في لحظة من اللحظات كتسمع بأنه جوج الناس اللي كبرتي من عندهم وهي كبرت عندهم وهي عندها حوالي 3 أيام. في 26 سنة وصلت من السن ما يكفي تتفاجأ بواقع مر. مشاهدينا الكرام، وضعنا الفيديو الأخير وصلنا فيه رسائل مهمة لذوي القربة من العائلة بالأخص ديال الحاجبة وحفيظة كذلك، وننتظر الجواب. ولكن إيمان الوضع ديالها صعب. إيمان متى تأكل متى تشرب؟ الأمنية ديالها تعرف شكون هما والديها. في خضم الموضوع، إيمان تواصلت مع الجمعية المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في الموضوع، والجمعية لم تتوانى ولو لحظة أن تدخل على الخط. الهدف الأسمى وهذا هو حق ديال المجتمع المدني وطبق الدستور اللي هو شريك مع المؤسسات. أستاذة حسنة المنسقة الوطنية للجمعية تفاعلت بقوة مع الملف وخدته بمحمل الجد. غادي نشوفوا معاه كيف شافت الملف سواء في الإطار الاجتماعي وكذلك القانوني في الموضوع. أستاذة حسنة شكرا لك، فاعلة جمعوية بامتياز، كيشهدوا الناس على الكفاءة ديالك والتتبع ديالك لعدد كبير من الملفات. تبعتي قصة إيمان، قصة صعبة، 26 سنة كتصدم هذه الصدمة، تبحثوا شكون هو شكون هو با، كيفاش كتشوف في الملف من شقين اجتماعي وقانوني كذلك. بداية كنبغي نشكرك أستاذ ونقول لك شكرا لكم على هاد المهنية والإنسانية، لأن إذا كانت المهنية بوحدها في غالب الأحيان عن تجربة ما كتوصلناش للغاية، وإذا كانت الإنسانية كتحكمها العاطفة نفس الشيء، ولكن إذا تجمعت لنا المهنية والإنسانية كتعطينا القوة وكتعطينا الاستمرارية وكتعطينا الفعالية، فكنوصلوا للنتيجة. وهذا هو اللي دائما تنشهدوه في المنبر الإعلامي ديالكم، اللي هو اللي يعني تابعنا فيه أو واكبنا فيه عفوا الملف ديال إيمان، اللي هي واحد شابة مغربية كانت كتعيش واحد الوضع فوق الطبيعي، لأن كانت كتعيش واحد السعادة حسب التصريح ديالها مع الأب ديالها والأم ديالها. هي طفلة أو شابة وحيدة عاشت 26 سنة في واحد الوضع اللي كانوا كيحسدوا عليه، حسدوها عليه القرينات ديالها وربما حتى أفراد الأسرة الموسعة كذلك. فإذا بها تفاجأ من بعد ما يعني الأم ديالها بقت لها 3 أيام وغادي توفاها الله، أنها تفاجأ أن الأم كتخبرها بواحد الحقيقة اللي غتغير لها الحياة ديالها، وأنها إيمان ليست الإبنة البيولوجية لهاد الأم، علما أن الأب ديالها الحنون العطوف اللي كان كيعيط ليها ولدي باعتبار أنها فيها الولد وفيها البنت توفاه الله في 2019، خلى واحد الفراغ اللي حاولت هاد الأم أنها تزيد تعمره. فكتفاجأ إيمان أن هاد القلبين الحنونين غادروا الحياة وخلوا لها واحد سر، واحد الخبر صاعقه اللي يغير الحياه ديالها، اللي هي انها ماشي الام البيولوجيه ديالها، ماشي البنت البيولوجيه ديالهم. هنا غادي تنقلب الحياه ديال ايمان، وغتبدا في المسيره ديال البحث عن الحقيقه. وكيف ما كتقول ايمان، انا عندي هدفين اللي بغيت من خلال هاد المسار النضالي باش توصل للاسره ديالها، وهي انها بغات تكون اولا هذيك الابنه الباره وتحقق الامنيه او يعني النصيحه اللي عطات الام ديالها
انها تقلب على الاسره ديالها، وفي نفس الوقت بغات تعرف الاسره ديالها، علما ان هي اجتماعيا ما محتاجاش لهاد الاسره، وحتى نفسيا لان كانت مدعومه كيف ما كتعاود، شي حاجه اللي الحمد لله خلاتها واحد الانسانه قويه، ولكن نقطه الضعف ديالها هي البحث ديالها على الاسره ديالها، فبغات انها تتلبي الرغبه ديال الام ديالها وتعرف الاسره ديالها ولو لمره واحده. ربما كتقول ايمان يكون عندي اخوه، ربما واحد منهم يقدر خويا او ولد خويا يجي يتقدم ليا وانا ما عارفاش، فكاين مشكل حتى ديال الانساب هنا، فالاولى انني غادي نعرف هاد خاصني نعرف هاد الحقيقه. وفعلا ايمان بدات المسيرة ديال البحث ديالها، وخلت لها من بعد ما خلت لها الأم ديالها واحد الاسم ديال واحد السيدة اللي هي اسمها محجوبة، اللي قالت لها غتمشي عندها، راه هي اللي عندها الحقيقة الكاملة، باعتبار أن الأم ما كانش كتعرف شكون، يعني الأم اللي الحاضنة ما كانش كتعرف شكون هما الأسرة الحقيقية ديال إيمان، ولكن هاد محجوبة كتعرفها. فعلا إيمان غتنتقل لهاد عند هاد السيدة اللي هي كتعتبرها في مقام الجدة ديالها، لأن إيمان منين تتكلم لي على محجوبة كتقول لي مشيت عند امي، فملي طرحت عليها السؤال واش هي كتربطك بها شي علاقه، قالت لك لا، هي جيران قدماء في السكن القديم، وبالتالي راه يعني انا كنعيط لها امي وولادها، كنقول لهم عمي وعمتي، اذا كاين واحد العلاقه ديال القربه ماشي في الدم وانما يعني انسانيه. فايمان مشات عندها وهي كتقول انا الحقيقه غنوصلها، كاين عند امي محجوبه اذا ساهل انني غنوصلها، فاذا بها للاسف تفاجأ بواحد عنف لفظي، واحد الطريقة هجومية أو دفاعية إن صح التعبير اللي استعملتها هاد السيدة باش تحبس إيمان، كتقول لها شنو بغيتي دابا، علاش كتقلبي، بغيتي تجبدي الصداع، في حين أن السؤال هو بسيط، هو عميق ولكن بسيط، لأن هذه واحد الأمانة حملاتها الأم ديال إيمان لهاد السيدة هذه، كل ما كان خاصها دير هو أنها تبلغ هذيك الأمانة، ولكن للأسف رفضات وبطرق ملتوية، وإجابات ديالها كانت غير مفهومة، لأنها كتقول إيمان عطيني واحد الوقت، راه كاين واحد الطرف آخر عطاتها واحد الاسم آخر اللي هو حافظة لإيمان، ما عمرها ما سمعت به، عمرها ما عرفاتو، كتقول أنا غنتواصل مع هاد السيدة وغنجيب لك الخبر وغنقول لك. ملي كتسولها ايمان كتقول لها امتى، كتقول لها ما عرفتش، يعني صبري، علاش كتقلبي، كتبقى دائما تستعمل معها هاد الالفاظ اللي هي شويه عنيفه، وهذا كيفتح عندنا او حتى عند المغاربه وحتى عندكم استاذ يوسف اكيد واحد الباب ديال التساؤلات اللي خطيره، يعني علاش هاد السيده هذه، شنو 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 المشكل اللي غيخليها انها ما تقولش الحقيقه لايمان؟ اذا هناك اسرار، لان من بعد هذا الاتصال ديال ايمان بمحجوبه بدات ايمان كتلقى اتصالات من ناس مجهولين ما كتعرفهمش، كل واحد كيفاش تيعرف راسو، كاين اللي كيعرف راسو من طرف محجوبه، كاين اللي كيعرف راسو من طرف الطرف الثاني اللي هو حافظه اللي حنا ما تنعرفوهاش، وكيف ما قالت لها محجوبه هي راه ما كايناش في مدينه الدار البيضاء وانا غتحاول تواصل معها. فمن بعد ما اتصلت بينا ايمان وجلسنا معها وحكات لينا، يعني خدينا على عاتقنا كهيئه مغربيه للعداله الاجتماعيه وحقوق الانسان، والملف ديال ايمان راه فيه شق اجتماعي وشق حقوقي. الشق الاجتماعي هو ان غادي نقدموا لها الدعم اللي غادي تحتاجه، وفي نفس الوقت يعني حنا من هنايا كندير واحد النداء للاسره ديالها المقربه، لا ربما منهم، يعني كنقول الاسره المقربه يعني الخيلان والخالات الاعمام والعمات اللي ربما عندهم الحقيقه، ربما واحد من الافراد الاسره عنده شيء ربما غير خيط. في نفس الوقت كنوجهوا واحد نداء لهاد المحجوبه وهاد المحفوظه حافظه عفوا الا كيستمعوا لينا وكيستمعوا لكم استاذ، انهم يلبيو هاد النداء ويبلغوا هذيك الامانه يعني بشكل حبي بلا ما نضطروا اننا ننتقلوا للشق الحقوقي او الشق القانوني اللي ربما غيكون هو الباب النهائي باش نوصلوا لهاد الحقيقه ونعرفوا هاد البنيته هادي، يعني شكون هي الاسره البيولوجيه ديالها، لان هاد يعني هاد طريقه التناول ديال المحجوبه او الاسره ديال حفيظه، لان حفيظه ما بيناش ولكن بين الافراد من الاسره ديالها، تعطينا واحد التساؤلات حنا كهيئه، يعني لماذا هاد التراجع الى الوراء او الوقوف وراء الحدث، علاش واش هاد البنيته هادي يعني تم اختطافها من الام ديالها ملي كانت رضع، واش تم المتاجره فيها، يعني ربما هنا غادي نقدروا نوقفوا على احد يعني امور اللي هي ربما تكون جنائيه، هاد الناس اذا كانوا يعني ابرياء
وباغي المصلحه ديال هذه البنيه هذه، ما عليهم الا انهم يتواصلوا معنا او يتواصلوا معك انت استاذ يوسف، او يتواصلوا بايمان بشكل مباشر ويتحل المشكل، لان هذا المشكل كيبان لي انا السهل الممتنع. في هذا الاطار استاذه اعطيتيني شقين وفيه نداء كذلك، خيوط يعني بطريقه سلسه لوصول الهدف وايمان. في حاله ما توفقناش في هذا الجانب كيبقى عندنا الاطار القانوني، انتم كمجتمع مدني على تتبع، وكذلك لكم تواصل دائم الحمد لله مع النيابه العامه التي تتفاعل مع مثل هذه الملفات. ناقشي معايا الاطار القانوني، الا ما توفقوش هاد الناس انهم يدخلوا معاه بواحد الطريقه سلسه نوصلوا للحل، نعرفوا الام الاطار القانوني استاذ حسن اللي كتشوفوه. الاطار القانوني هو عن طريق وضع واحد الشكايه للوكيل العام، اللي انا غنبغي نستغل هذا المنبر للاستاذ صلاح التزاري الوكيل العام بمحكمه الاستئناف بالدار البيضاء، يعني غادي نتوجهوا ليه بواحد الشكايه اللي احنا متاكدين ان غادي يكون واحد الفعل اجرائي فيها، حيت قبل من هذا الملف او حاليا نحن نشتغل على ملف اخر اللي هو عنده صبغه جنائيه، واللي كان موضوع تواصلنا مع السيد الوكيل العام، واللي مشكور من هذا المنبر، يعني كان قمه في الاجرائيه وقبل منها قمه في المهنيه والانسانيه، يعني وفعل الشكايه والحمد لله. يعني احنا شخصيا كهيئة اللي كنشغلوا سنوات طويلة في هذا المجال، أنا سنأكد بأن هاد التفعيل ديال هاد الشكاية كان استثنائي بشكل استثنائي بشكل قوي، والطريقة باش غادي أن غتكون واحد النتائج قوية اللي عندها أثر على المجتمع المغربي، ليس في الملف في حد ذاته، وإنما غيكون عنده أثر حيت عنده علاقة يعني بما هو وطني إن شاء الله. أستاذة كنتمنى لكم التوفيق، شكرا لك. مشاهدينا الكرام اللي تنوي رأي العام أكثر في الموضوع، إيمان ما بقاتش بوحدها، المغاربة الحمد لله لهم الشكر صراحة، كل شيء كيربط بها اتصال، كل شيء كيتواصل معاها، كل شيء تيساندها رغم الظروف ديالها، لأنه إيمان اللي تنوي رأي العام أكثر في الموضوع. هاد الناس اللي كبروها ما عندهمش الأولاد، ما عندها أخو، ما عندها حد، عند الله سبحانه وتعالى، والمجتمع المدني الان والمغاربه اللي كيتواصلوا معها. استاذ حسنا معك الموسيقى الوطنيه ديال الهيئه، كيفاش كتشوفي الامور؟ كيفاش الاحساس ديالك؟ ما بقيتش بوحديتي، كنت من قبل كنت كنحس براسي بوحدي، ولكن دابا لا، دابا كنحس براسي بانني ماشي بوحدي وكل شيء معايا، لا من الاتصالات، لمن اي واحد اللي كيساندني غير في التليفون سميتو، وبالخصوص دابا حاسه براسي انني قويه وقويه بزاف. الناس اللي عندهم صله، السر اللي عطاتك الام الله يرحمها، الرساله اللي بغيتي توصلي ليهم بالاخص هاد حجيبه اعتقد وحافظه، الرساله اللي بغيتي توصلي ليهم؟ الرساله اللي بغيت نوصل لها هذيك اللي كنقول ليها امي، قولي الصراحة وقولي الحقيقة باش انتي ترتاحي، واش انتي خايفة من شي حد؟ ما تخافي من شي واحد، خافي من الله، خافي من اللي خلقك، اما من شي حد اخر ما تخافيش منه. انا غادي نعرف الحقيقة، بغيتي ولا ما بغيتيش غادي نعرفها، ماشي حيت ماشي بوحديتي دابا، وغادي نعرف الحقيقة. واحد الكلام كنت قلتيه للأستاذة، قلتي لي انا بغيت نعرفهم نشوفهم مره واحده، السؤال تشوفيهم مره واحده واش هو خوف من بعد، ولا خوف انه تكون هذه اللي هي الام ديالك الحقيقيه والاب تفارقوا، كل واحد داير اسره ولا باقي مجموعين وعندهم اولاد، تكون شي تاثيرات عندك انت معاهم، شنو اللي كيخليك انك تقولي نشوفهم مره واحده نعرف انا شكون هي امي وشكون هو با؟ انا بغيت غير نعرف الحقيقه، الا كانت مزوجه باش ما نخلقش لها شي مشكل او لا شي حاجه، انا تكون مزوجه او ما تكونش باقا معاه او مزوجه بواحد اخر سميتو، انا الحاجه الوحيده نعرفها اول مره واخر مره، ونعرف واش انني عندي خوت او لا، حيت دابا قدر الله يحفظ انني يكون خويا او لا شي واحد من العائله اللي ما يمكنش لي انني
نكون ارتبطت به وسميتو، وهذيك الساعة يكون مشكل، ومشكل كبير ديك الساعة ما غتبقاش تندم. أكثرية محجوبة وحافظة اللي عارفين، حيت ماما ما يمكنش قبل ما تموت الله يرحمها علاش ما قالش لي أنني نمشي عند مثلا عند خالتي أو لعمتي أو لشي واحد من العائلة اللي أقرب لها، علاش سماتكم نتوما بجوج وهي على فراش الموت بقات لها 3 أيام؟ علاش علاش قالت لي سيري عند حافظ، سيري عند محجوبة؟ وقلت لها، قلت لها ماما شكون محجوبة؟ قالت لي محجوبة اللي في درب كبير، وهي وحافظة اللي عارفين الأم ديالك واللي غيوصلوك ليها، غيوصلوك الحقيقة. علاش انتي عارفة وانا متأكدة وحاسة بانك عارفة وعارفة كل شي من الاول حتى الاخر، رحميني وقولي لي الحقيقة. كما ديك السيدة ما ماتت حتى حيدت واحد الذنب كبير اللي كانت كتقولها للعائلة ولا كل شي كتقول لهم، انا ما يمكنش لي نقول الايمان شي حاجة حتى تكون واضح، نكون قربت نموت حيت هي كندير مرضت شحال من مره وشحال من مره، وكنت قالت لي في الداخل ديالي كنحس براسي انني غادي نوض وانني غنكون بخير، ولكن هذه المره لا، انا ما باغا والو، عافا قولي غير الحقيقه. كما ديك السيده رحمت راسها قبل ما تموت، رحميني حتى انا دابا ورحمي راسك، باش انك مشيتي وكتهضري مع الناس والعائله وكتقول لهم ايمان، بغيت نتبرى في ايمان، واش انا صغيره؟ انا 26 عام راكي كتبيني وكتبيني بزاف انني عارفه الحقيقه وخايفه، عافاك رحميني وقولي الصراحه. الله يفرج عليك يا ربي. استاذه شكرا لك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا قصه صراحه قصه صعبه، وكما قلت في السابق اي انسان يتخيل نفسه في الوضع ديال ايمان من اصعب الاشياء. إيمان تبحث عن الحقيقة، من هو الأب من هي الأم، الأسرار اللي تعطاتها جوج ديال الأسماء موضوع النقاش، لما لا أن يتم الحل بطريقة سلسة وودية. الرحمة الله سبحانه وتعالى تنزل، ها هي أمك هو أباك، كيبقى هذا جانب. في حالة إذا كان التماطل كما شفنا مع الأستاذة كيبقى المجتمع المدني له الحق لتتبع حيثية القضية، وكذلك ذوي الاختصاص النيابة العامة لبحث نزيه ودقيق في الموضوع، وهذا كيبقى حق إيمان، شكون هو أبها وشكون هي أمها. مشاهدينا الكرام نحن دائما على تتبع هذا الملف، وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص حيثية هذه القضية، دخول المجتمع المدني الهيئة بطبيعة الحال معنا حسنة الموسيقى الوطنية، وحتى لا ننسى كذلك الرئيس أستاذ هشام يعتبر من جنود الخفاء له دور كبير لتتبع هذا الملف. الهدف الأسمى في الأخير إيمان ترتاح نفسانيا، ها هو شكون هو باك، ترتاح نفسانيا شكون هو باك وشكون هي أمك، وهذا هو الهدف. مشاهدينا الكرام نحن دائما على تتبع هذا الملف، وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص حيثية قضية إيمان 26 سنة اللي توصلت بحقائق قبل وفاة الأم اللي رباتها بـ3 أيام. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.